لا إله إلا الله، والله ما عاد فهمت عليك. شبك؟ طاق روحي ضايع، ماني عارفان شو بدي. طيب احكي لي، شو اللي عم يصير معك؟ بدي هش كم يوم بلا قلة عقل. عم بسألك جاوبني، شو اللي صاير معك؟ أحمد، بترجاك لا تلحق علي أكثر من هيك. لو ما كنت غالي على قلبي حتى إلك ما كنت ودعتك. يعني كمان أمك مانك مخبرة؟ لا. شو عم يصير معك؟ والله ما بعرفك هيك. شبك جاني؟ لا، أنا ماني جاني. أنا بدي أهرب من هون مشان ما أجن. بتطلع بهدول العالم بحس حالي ماني مثلهم، ما بشبههم، ما بفكر مثلهم. عم تفهمني؟ حاس حالي فايت بميت حيط. أنا شي بقول لحالي بدي أرجع على مصر، شي بقول لحالي ليش خليك هون. ما أنا عم أحكي معك لأنه أنت بتفكر مثلي، بتحس فيني. بتفهمني؟ والله حاسس فيك وفهمان عليك وما بلومك أكيد، بس خبرني وين رايح. ما بعرف حقيقة، ما بعرف. رح غمض عيوني وامشي لوين القلب بيودي. ما بعرف. يعني على مصر؟ بجوز. وهيك بدك تروح بدون ما تخبر أمك وحتى عمي أبو طالب اللي كل الحارة بتستشيره؟ هيك بدك تروح فجأة؟ أحمد، أنا خبرتك وأنت خبره. ترجاك لا توجع لي قلبي أكثر. ما عاد فيني أقول لك شي. إذا هيك بترتاح روح. الله ييسر لك. سلام. الله معك. ليش هيك عملت فيني يا ابني؟ لك ليش سافرت بدون ما تقول لي؟ ليش؟ لك لسه ما فرحت برجعتك. يا ربي هذا الولد بده يجنني. لا تنسوا الاشتراك في قناة شوف دراما ليصلكم كل جديدنا.